بعد انقطاع دام لي 15 سنة، وأخيرا رجعنا لفيلم إنديانا جونز بالجزء الخامس. انطباعي وتقييمي على الفيلم بدون حرق. أحداث الدور في نهاية الستينات ورحلة إنديانا جونز وبنته لاستعادة قرص. اللي يحصل على هذا القرص يقدر يغير مجرى التاريخ، بس هل راح تكون مهمتهم سهلة؟ هم راح يواجهوا فولر، واحد من أكبر النازيين في هذيك الفترة والمحمي من وكالة ناسا. مبدئيا أول شيء حمسني أن أتابع الفيلم هو طاقم التمثيل المكون من هاريسون فورد ومات ميكلسون وحبيب الجميع أنتونيو بانديراس. والشيء الثاني أنه الفيلم من إخراج المخرج جيمس مانجولد اللي أخرج فيلم لوغان وفيلم فورد أند فراري. الفيلم قدم لي قصة وأحداث ممتعة مليئة بالمفاجآت والإثارة. عشت معاهم الرحلة وتذكرت الماضي الجميل إنديانا جونز اللي يعتبر أنشارتد الجيل القديم. المؤثرات كان عليها ملاحظات، لكن أبدا ما ضرت الفيلم ولا ضرتني أنا كمشاهد. تسلسل الأحداث رهيبة، كان فيه بطء في رتم الفيلم، علما بأن الفيلم مدته ساعتين 22 دقيقة، لكن مع ذلك استمتعت. تقدر تتابع الجزء هذا بدون ما تتابع الأفلام اللي قبل، لكن عشان تعطي الفيلم حقه تستمتع أكثر أنصحك أنك تشوف الأجزاء اللي قبل. الفيلم لعمر 13 سنة وفوق ويصلح للعائلة، موجود جميع صالات السينما. وأخيرا تقييم الشخص اللي فيلم إنديانا جونز and the Dial of Destiny هو 7.5 من 10. سلام.